ازيكم عاملين ايه؟ كلنا عارفين ان من وظائف القلاية الهوائية هي الشوي الى جانب الوظيفة الاساسية وهي قلي بمعلقة زيت واحدة. النهاردة هنشوي حاجة هتخليكي ما تبطليش تشويها في القلاية الهوائية وهي البتنجان. البتنجان المشوي في القلاية حاجة تانية خالص، بيطلع طري جدا وفي وقت اقل من الفرن بكتير، وكمان تقشيره بيبقى بسهولة اوي. بجد احلى سلطة بابا غنوج هتاكليها من البتنجان المشوي في القلاية الهوائية. طبعا في ناس هتعترض وهتقول هو الفرن قصر معاكوا في ايه؟ الحقيقة هو مقصرش، بس انا دلوقتي عندي كمية قليلة جدا فملهاش لازمة استخدم فرن البوتاجاز ده كله عشان الكمية القليلة دي. بالنسبة لي اسهل واسرع القلاية الهوائية، انت كده هتستهلكي كهربا كتير. بالعكس يا جماعة مفيش اي استهلاك كهربا كتير ولا حاجة، خصوصا لو عندك فرن كهربائي هتلاقي القلاية بتستهلك كهربا اقل بكتير، وكمان بتسويه في وقت اقل من الفرن الكهربائي بكتير جدا. وكمان لو بقارنتي بفرن البوتاجاز هتلاقي نفسك بتستهلكي كهرباء اقل من استهلاك الغاز. جربي بنفسك وحكمي، هتلاقي البتنجان المشوي في القلايه الهوائيه احلى بكتير من المشوي سواء في فرن البوتاجاز او في الفرن الكهربائي، وكمان بتستهلك كهرباء اقل بكتير والطعم احلى كمان. اول حاجه هنعملها هنغسل البتنجان كويس جدا وننشفه بمناديل مطبخ، وبعد كده لازم البتنجان نعمل فيه فتحات بالسكينه. في ناس بتعمل فتحات بالسكينة عشوائي كده، انا بصراحة بحبش اعمل كده، خصوصا لو عايزة البتنجان يطلع طري معاكي اعملي فيه فتحات من تحت من هنا او من هنا، بس ما تعمليش فتحات عشوائي هنا. بس لازم اهم حاجة تعملي فتحات عشان البتنجان بيفرقع في القلاية او في فرن البوتاجاز برضو بيفرقع، فلازم تعملي فيه فتحات بالسكينة. انا هعمل فتحات من تحت من هنا كده، هي فتحة واحدة كفاية. طب ليه ما عملتش فتحات من الجنب او عشوائي كده؟ عشان انا مش عايزة الهواء كله يطلع من البتنجان. لما تعملي فيه فتحات من تحت من هنا بيخلي الهواء يتجمع في البتنجانة نفسها وبيكون مستوي كويس قوي، بيطلع طري اكتر. ودلوقتي هنبدأ نرص البتنجان في القلاية. ورق الزبدة اختياري مش لازم نستخدمه، هنراعي واحنا بنرص ان الاحجام الكبيرة هي اللي تكون ناحية السخان من تحت. طبعا احنا سيبنا الجزء الاخضر ده عشان نقدر نتحكم في البتنجانة ونقدر نشيل منها ونرص بيها. ودلوقتي هنبدأ نشغل القلاية على برنامج السخان العلوي فقط، مش محتاجين السخان السفلي، مش هيفرق معانا في الشوي، على درجة حرارة 4. درجة حرارة 4 في القلايات غير الديلونجي هي درجة حرارة 200. كده عدى 30 دقيقة من الوقت على درجة حرارة 4 السخان العلوي فقط. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدل الأماكن، نخلي اللي تحت السخان ناحية بره واللي بره هو اللي ناحية السخان، ندخل كله مع بعض وهنقلبه، هنخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق. هنكمل تاني على نفس درجة الحرارة، درجة حرارة 4 السخان العلوي فقط. كده احنا خلصنا والبتنجان ما شاء الله مستوي جدا. عايزة بقى اوريكي حاجة، لو جيتي تفتحي البتنجان كده بصي طري من جوه وحلو جدا ازاي، طري طري ما شاء الله بصراحة، وسخن شوية بس رائع جدا في القلاية. كده اخدنا اجمالي الوقت 40 دقيقة على برنامج السخان العلوي فقط، ما احتاجناش السخان السفلي توفيرا للكهرباء، مش محتاجينه هنا مع البتنجان. بعد 30 دقيقة فتحنا وقلبنا، خلينا البتنجان كله ناحية السخان عشان يستوي كله بالتساوي، وخلينا اللي ناحية تحت ناحية فوق واللي فوق ناحية تحت، وخلينا متفقين ان الوقت هيفرق حسب كمية البتنجان وحجمه. يعني لو عندك البتنجان حجمه اكبر من كده هياخد معاكي حوالي 5 دقايق زياده كمان. وبالنسبه للقلايات اللي الوات بتاعها عالي هياخد وقت اقل من كده بكتير، هياخد معاكي من 25 ل 30 دقيقه حسب حجم البتنجان وكميه البتنجان اللي انت هتشويه. وعشان يطلع طري معاكي اكتر سيبيه شويه في القلايه لحد ما يبرد، وبعد كده قشريه على طول وهو سخن، هيفرق معاكي جدا في التقشير وهيتقشر معاكي بسهوله. جربي بنفسك وهيعجبك جدا ومش هتبطلي تشويه في القلايه الهوائيه. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عندكم اي سؤال سيبوهولي في التعليقات وهرد عليكم فورا. وما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت على الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تشتركوا في الجروب الخاص بالقلايه الهوائيه واللينك في التعليقات، وشكرا لكم جدا.